السلام عليكم لا فامي، شحال اللي بغيتي توصل. مرحبا بكم في السيري ديالنا الجديده ديال برنامج تدرب بدون مدرب. عجبكم الجزء الاول بزاف وطلبتوا لي الجزء الثاني، داكشي علاش اليوم غادي نوريكم احسن تمارين تقدر ديرهم في كل عضله، يعني اي ميسكل جيتي ترينيه تعرف لي زيكزيرسيس الاساسيين باش تقدر ديرهم. اذا اليوم تبعوا معايا باش تستافدوا مزيان وما تبقاو تحتاجوا حتى شي واحد في لاصال باش يوريكم ولا يعاونكم ولا هذا. صافي سالينا داكشي، دابا جيل جديد، فهمتي؟ هذا جيل جديد وبزاف ديال الناس عندهم نقص وما كيعرفوش يخدموها مزيان، يعني كيقول لك كنخدم وما كتديفلوباش. اذا انا نوريك كيفاش سيبلي مزيان الميسكل من جميع الجوانب. اذا قبل ما نبداو بعدا ما تنساوش لايك بلا ما نهضروا بزاف، لايك كومونتير الى عجبكم الفيديو، بارطاجيوه مع الناس باش يستافدوا حتى هما باش توصل المعلومه وكلشي يستافد، هذا هو المهم عندنا. المهم الخوت دابا غادي نبداو، ركزوا معايا مزيان باش تفهموا. غادي نديروا ثلاثه لي سيري. هاد الاكزيرسيس مهم عندي بزاف، داكشي علاش الناس اللي كيهملوه غير كتخربقوا. غنبداو باول جزء، شنو هو؟ هو الانكليني. الانكليني عندنا فيها ضعف كاملين، اذا غنبداو بها هي الاولى، عاد ندوزو للديكليني. تبعوا معايا مزيان باش تعرفوا طريقه الخدمه الصحيحه. دابا غادي نخدموا بالثقل وبطريقه صحيحه، اذا تبعوا معايا. بسم الله، يلا يسلام. كنهبط مزيان وكنطلع، ماشي كندير نص طلعه وكنطلع، لا لا بغيتي تخدم مزيان خصك تهبط مزيان. دو تخوا كاتخ سان سيس سات ويت ناف ديز. خصني نكمل كانز اونز دوز. يلا قطار اكنز غوح. السير الثاني 40 كيلو، خصني نخدم بها دوز دوز ريبيتيسيون، خصني نموت معاها. ما كاين ما، ولكن ما تبقاش تقول لي هي كدا ولا لا، غنديرها في راسي خصني نضرب. بسم الله، خصني نخدم بها صحيح. سيس سات ويت ناف تغلبني ممكنش يمكن. ديك الهضرة اللي كنقولها في عقلي سمعتوها. المهم سيري الثالث 50 كيلو، غادي نحاول نضرب ما بين 6 حتى 8 تحت الشعار تقاتل لو يتصل. ما خصهاش تغلبك يا اسامه، فهمتي؟ ها تغلبك ممكنش، واخا الصباح كدا الجهد ناقص. لا لا اعذار ما عندنا ما نديرو بها خاوي. بسم الله خصني نخدم بها صحيح. هذا راه ماشي نص خدمة، راه تخدم بها كتهبط مزيان وكطلع. ها كاين ولا مكاينش؟ المهم الاكزرسيس الثاني غادي نخدم في الماشين انكليني. انا كنقول اغلبيه فيكم عندهم هذا الماشين في لاصال، داكشي علاش كنخدمها من التمارين المهمين عندي. غادي نوريكم الطريقه الصحيحه كيفاش تخدموا. خلينا من الخدمه ديال العربازه بعد ما نديروا بها، يعني غير كنضيعوا الوقت، حنا خصنا نخدموا ونستافدوا من الاكزرسيس، فهمتي؟ يعني اي سيري خصني نستافد منه. اذا تبع معايا باش تعرفوا الطريقه الصحيحه. الناس يلاه بادين كتلقاه ضيع عام وهو ما عارفش كيفاش يترين، اذا انت غتستافد من هنا باش تمشي ناضي. داك العام ما تضيعوش، خصك تكبر فيه. بسم الله
كنقاد بعدا الجلسة ديالي سمو موفمون نيجاتيف شوية نطلع نزير شوية نطلع سكويز أما اللي درش هكا وهكا منسيرش يلا سير بسم الله دو واه دوز ريبيتيسيون علاش حيت متقل ما باليش بخفيف الا بديت شوف ديما ملي كنبدا ليكزيرسيس الاول وكنتقل فيه موراها ما يمكنش نجي دابا الخفيف من الاول صافي كندخل بواحد الثقل وكنبقى غادي كنزيد في الثقل هذا هو السكري ماشي انت كتبدا بالخفيف من ازيرو لا يعني الميسكل ديالك غيبرد ديك البومب ما غاتبقاش حنا خصنا نحافظوا على البومب الحصه ديالنا كامله فهمتوني بلا ما ندوي بزاف تقادل بغيتي توصل المهم بالنسبه للسيري الثاني السيري الاول خدمت 12 ريبيتيسيون دابا غندير 10 المهم ليسونسييل عندي هو انني نخدم 12 10 ما بين السيري الاخر الا تقلت بزاف ما بين 6 8 مزيان المهم نخدمهم صحاح ماشي غير نخدم نخدم صحيح ولا ما نخدمش بالثقل كمل بو عادي يلا 10 دابا بسم الله بسم الله الاولى ما محسوباش عندك تحسبوا الاول دابا عاد كنبدا نحسب دو تخوا كات سان سيس ست ويت يلا طلعت بومب المهم بالنسبه للوقت ديال الراحه ما بين 30 ثانيه حتى دقيقه الناس اللي مبتدئين ديروا دقيقه الناس اللي باغي تطلع شي بومب مزيانه 30 ثانيه 45 ثانيه كمل ضروري خصك تحافظ على البومب في الحصه ديالك كامله ماشي تهز التليفون وتبقى 5 دقائق لا ما حصه ما والو تكونوا فاهمين صافي تفهمنا عاس الماء فما نوصيكم ما بين لي سيري شرب الماء بزاف ديال الناس كينساو الماء ما راه مهم لا ما ندخل لكم عاوتاني في العلم خليونا دابا في الموتيفاسيون يا السر الاخر تقلت دابايا غنحاول نخدم 8 حتى 10 المهم اقل حاجه خصني ندير 8 هما يسر تغلبك اسامه ما كنتش يا بسم الله يا سبعة مزيان حيت باش نحسبش الاول المهم حاولتي حتى انا ما وصلتيش حاولتي فهمتي هذه ديال حتى ما وصلتيش حاولتي الاكزرسيس الثالث غادي نخدم انكلاين بنش بريس المهم تبعوا معايا باش تشوفوا عاوتاني الموفمون الصحيح ما غنخدمش بحال الاغلبيه اللي كيخدموا غير كيزرب الا زربتي زرب تعطل انا نقول لكم اللي كاين زربتي تعطلتي الريزلت تعطل عليك خدمتي داكشي بعقلو الريزلت كتبان دغيا تهلا تبعوا معايا يا بسم الله ديما كنشد على حساب كتافي ما كنوسعش بزاف على حساب عاوتاني الكتاف باش ما نتبليساش بسم الله قاد الجلسه ديالي هبط طلع شويه نطلع سكويز نفس مزيان Thank you.
المهم انا هذا الاكزرسيس غير كنوريكم الطريقه ديال الخدمه. هي من الاحسن ديما انا كندير واحد القضيه كنحيد عليا الصعيبه كيما شفتوا بديت بليزالتير. هي من الاحسن الاكزرسيس الثاني ديروا هذا وعاد تمشيو تخدموا في الماشين. المهم طريقه الخدمه راه شفتوا كيفاش دايره، شويه كنطلع كنزير ماشي كنديرها غلط، يعني غتلقى راسك تعطل شي بزاف باش تبان لك الريزلت. شويه باش نخدم بالعقل وماشي ضروري البوا، غير بالخفيف نقدر نخدم الاكزرسيس ديالي مزيان، هذا هو البلان. ولكن نشرح لكم واحد البلان، هي نورمالمون تقدر تخدم فيه خمسه ديال لي زيكزرسيس تخدم مزيان كما خدم. شفتوا الطريقه كيفاش خدمت، يعني توصل الخدمه مزيان كافي. انا هذا زدته لكم باش نتوما على حساب واش عندكم ماشين في لاصال اللي كتريني فيه ولا لا. الا ما عندكش غتخدم هذه، فهمت؟ يعني انا زدت عليا الخدمه باش نشرح لكم مزيان. المهم مور هذه الخدمه هذه غندوزو للديكليني باش نشرح لكم عاوتاني لي زيكزرسيس كيفاش تخدموا بطريقه صحيحه. دابا خلوني نكمل باش ندوزو عاوتاني. يا هي راه صعيبه تقل وانت ديجا خدمتي بالثقل في الاول، ولكن هذا عذر خاوي ما عندنا ما نديرو به. يا بسم الله اللهم يسر تغلبنا كلشي. خدمة نقية. سيري الثالث غنعاود نفس البوا. المهم غنضربها ما تحدانيش. دابا كنصور لكم الحصة لايف، فهمتوا؟ تعيشوا معايا الأجواء ديال الموتيفاسيون. يا بسم الله توكلنا على الله. المهم بالنسبه للناس اللي غيلاحظوا انني خليت البنش بريس حتى الاكزرسيس الرابع، هي نورمالمون اغلبيه فيكم كيبداو بها. الناس اللي عندهم نقص في الانكليني فمن الاحسن تسبق الانكليني. علاش؟ حيت لاجي تخدم في الاول بالبنش بريس وخدمت الديكليني عطيتها مزيان العصا غيمشي ليا الجهد. من غنوصل للانكليني انا اصلا عندي بوان فابل، فانا ما غنخدمش مزيان، يعني ما غنوصلش الخدمه صحيحه، غيبقى عندي ديما الصدر مديكالي، ديما لتحت كبر من الفوق. اذا انا عندي الغرض هو ان النقص اللي عندي هو الاول نبدا به، نخدم انكليني مزيان ونجي للبوان فور اللي عندي الديكليني نخدمها نعطي فيها الجهد. يعني واخا ما نوصلش لريبيتيسيون كثار، المهم نحاول انني نوصل للفشل العضلي. الا مشيتي بهذا الاستراتيجي كون اكيد ان التشيست ديالك غيديفلوبا. كاينه واحد القضيه اخرى كنديرها، مره تبدا بانكليني ودوز ديكليني وتشونجي، يا كل شهر يا كل جوج سيمانات، المهم على حساب البروغرام ديالك شويه نهبط عاوتاني نبدا بالتحت ونطلع للفوق. كنبقى مره كنبدل ما بقاش غادي بانيش حتى هذه واعره. المهم هي صعيبه ولكن افيكاس. لاحظوا معايا طريقة الخدمة ديال 10 لي ريبيتيسيون. يا بسم الله. هادو في خاطركم جوج. لاحظتوا معايا طريقة الخدمة، كنخدم هكا باش كنخدم هنايا. أنا عندي المهم ويا هاد اللعيبة ها نشوف واحد مين كنخدم، كنخدم هنا ما تنخدمش هكا، هكا نخدم هنايا شوية. أنا باغي نخدم لتحت ديال الصدر هكا. باش الصدر ديالي تولي عنده جمالية. اخر اكزرسيس في الديكليني ديبس، اهم اكزرسيس عندي
كنخدموا سنين من نهار ديت لونطريمون انا كنخدموا. اذا ركزوا معايا الطريقه الصحيحه باش نخدم الصدر ماشي التريسيب. تبعوا معايا التريسيبس كنخدمها هكا، كنهبط مزيان خرج يديا وكنطلع. هانتوما هادي التريسيبس. الصدر لا، الصدر لاحظوا معايا كنزيد صدري لقدام، كنزيد لقدام كنطلعش كان. لا فامي تقات اللي بغيتي توصل. المهم كنتمنى تكونوا استفدتوا معايا ووصلت لكم المعلومه، شفتوا لي زيكزيرسيس كاملين. هاد لي زيكزيرسيس راه كنديرهم انا، يعني عطيتكم شي حاجه ديالي. اذا دابا كنقول ان تشيست راه صافي مفهوم واضح، يعني بلا ما نخافش عليكم. ابوناو فلاشين باش يوصلكم ديما الجديد، والشعار ديالنا ديما تقاتل اللي بغيتي توصل. حتى شي حاجه ما كتجي سهله خصك تخدم عليها. تقاتل اللي بغيتي توصل في اي حاجه ماشي غير في لونطريمون، في حياتك كامله طبقها في حياتك. والله يسهل على الجميع تحت الشعار هو هذا.